انت أيوة. عملت برنامج على الانترنت لطيف جدا اسمه الفاميليا، شفت أيوة. حلقات منه، شفت هشام ماجد شفت كذا حلقه منه، برنامج حلو قوي يا احمد. أيوة. حكي لنا عن الفاميليا. هو الفاميليا فكرته ان احنا مهتمين ان احنا نلم افراد الاسره مع بعض بطريقه مختلفه، ان هم ييجوا يقضوا وقت حقيقي مع بعض وقت طويل. يعني هم بييجوا يقعدوا في البرنامج يومين، فبيقعدوا الاباء مع الابناء مثلا. احنا عملنا زوجات وازواج، وعملنا ابناء واباء، وعملنا ماما وابنها. بتسيبوا الموبايل، وهم اصلا او الولاد بيقعدوا يكتبوا توقعاتهم ان هم نفسهم في ايه من بابا او من ماما في القعده دي. فبيكتبوا نفسي بابا يسيب الموبايل، نفسي بابا ما يشتغلش وانا معاه، نفسي بابا يقضي معايا وقت حقيقي. فبتبقى حاجات مؤثره جدا، وتلاقي في مثلا اطفال كاتبين ايه، نفسي بابا يلعب معايا او يقعد معايا او يتكلم معايا. يعني عايزين اي حاجه من وش حضرتك، يعني ناقص يكتبوا اعمل لنا اي حاجه. وكلهم بيبقوا الاول مره تقريبا، او 90% منهم اول مره يقضوا الوقت ده في سفريه من غير مش وقت متقطع، وقت كامل. بالظبط. فانت مهتم جدا بفكره العواطف الاسريه. دي كانت احد الحلقات المهمه جدا. ان انا وقعت في الغلطه دي مع ولادي. انا قعدت بقى، انا اب، انا مش متخصص، انا مش تربوي متخصص، اب بس. فبعد اذاكر علشان الحلقه تطلع حلوه، فمن ضمن المذاكره لقيت ان في حاجه اسمها لغات الحب. شو مركزوا ازاي دلوقتي؟ بس لك حب، استنى كده. لغات الحب، في خمس لغات للحب. يعني كل واحد، حتى ده من بعد سن 6 سنين، يعني من السن الصغير جدا، بيبقى عنده طريقة أو لغة بيعبر بيها عن الحب، وبيحب إنه يتعبر له بيها عن الحب. ودي أبحاث معمولة ودراسات معمولة على ناس وكده. فلغة لغات الحب دي، في حد بيفضل جدا المدح والكلام الحلو، هو ده بالنسبة له لغة الحب. في حد بالنسبة له يفضل الهدايا الملموسة، يعني تدي له هدية أنت كده بتحبيه. في حد تاني بيفضل الكواليتي تايم، أو الوقت الحلو، الوقت الجيد، إنك تقعدي معاه وقت باهتمام وتدي له وقت. وفي حد بيفضل الخدمة والمساعدة، انك تقف معاه تعملي له مساعدة، اكت، يبقى فيه تصرف. ده اللي يبين الحب، هو ده هو. وفي حد بيحب الطبطبة والحضن واللمس والاحضان والحاجات. انا كنت فاكر ان انا بجيب هدايا لولادي، فانا بحبهم. اكتشفت لما عملت الاختبار لولادي الاثنين، اكتشفت ان هم الاثنين بيحبوا الاحضان والطبطبة. لو انت ما طبطبيش عليهم ما حضنتوش، يبقى انت ما بتحبيهوش، رغم ان انا جايب له حاجات ومش عارف ايه. طبعا ندمت طبعا على الحاجات اللي انا اشتريتها. انا جبت عجله وجبت مش عارف ايه، ما انا كنت حضنت وبوست ارخص. لكن بس اكتشفت حاجه مهمه، وبقيت بحرص ان انا اعملها، ان انا بنتي الكبيره وابني الوسطاني بيحبوا الاحضان وبيحبوا الطبطبه، فبقيت اعمل كده. انتوا كده مبسوطين، فالعلاقه بتتحسن بسبب. وده على فكره ما بين الازواج والزوجات نفس الحكايه، بتلاقي في راجل او زوج او زوجه بتحب انك تقول لها كلمه حلوه، هي دي يعني لغة الحب بتاعتها. انت مش بتقول ان في طريقة احسن من طريقة، انت بتقول انه بس نبقى عارفين ايه الطريقة اللي احنا بنفضلها، هي انما مش انت في طريقة انت بتفضلها وانت مش عارفة.